أعلنت غولف السعودية عن إطلاق المبادرة الرياضية الأولى من نوعها على مستوى العالم، وهي نادي السيدات أولا، حيث ستتاح للسيدات في جميع أنحاء المملكة تجربة لعبة الغولف مجانا بدءا من نوفمبر، والتي تعد الأولى من نوعها في المملكة، حيث يمنح العضوية والميزات الأخرى لأول 1000 سيدة مشتركة في نادي الرياض. وأكيد للمزيد حول هذا الموضوع أو حول هذه المبادرة ينضم إلينا الأستاذ ماجد آل سرور، الرئيس التنفيذي لغولف السعودية. أهلا وسهلا فيك أستاذ ماجد. يا أهلا وسهلا أختي، شكرا لكم على المبادرة الطيبة. هذا اللقاء مع الاتحاد السعودي للغولف مثلا بشركة الغولف السعودية. نورتنا وشكرا لك أنت على هذه المبادرة الطيبة. كلمنا عن هذه المبادرة نادي السيدات أولا، إيش هي أهدافها؟ طبعا اتقدم في البدايه للشكر الجزيل لسمو سيدي ولي العهد بدعمه لنا والموافقه على اقامه هذه البطوله، ولن ننسى من الشكر كذلك مقام وزير الداخليه ومعالي وزير الصحه لمساعدتهم والقيام معهم والمشاركه معنا طبعا والمساعده علشان لاحياء هذه البطوله. نعرف كل الوقت هذا في وقت كوفيد، بس الحمد لله أخذنا جميع المجهود الحقيقية لسلامة الأشخاص المتواجدين. هذه المبادرة أختي الكريمة مبادرة بطولة الغولف العالمية للسيدات في الجولة الأوروبية. هذه في أول مرة تقام في المملكة العربية السعودية، والحمد لله رب العالمين وفقنا في أخذ الموافقات اللازمة عليها. وهذه تعتبر اول بطوله دوليه نسائيه في المملكه العربيه السعوديه من على صعيد جميع الرياضات العالميه. جميل. طب حاليا تستعد غولف السعوديه لاطلاق بطولتين للسيدات خلال شهر نوفمبر المقبل، كيف تجري هذه الاستعدادات؟ الاستعدادات الحمد لله تمر على قدم وساق، مثل ما قلت الحمد لله عندنا استعدادات حتى من مستشار الملك خالد الفيصل، طبعا الحمد لله اللي هو من منطقه مكه المكرمه. نعم تواصل معنا ونعمل جميع الاجراءات اللازمه علشان تقام البطوله في مكان من افضل الاماكن، طبعا من بعد رويال جرين يعتبر من افضل الملاعب في العالم، وفيه الكلب هاوس من احلى الاماكن. فجميع الاستعدادات قائمه الحمد لله على قدم وساق. الخطوط السعوديه متعاونين معنا في اوصال واركاب المتسابقين في البطولات، طبعا هذه بطوله عالميه وانا لاستثناء من الدول الاوروبيه عالميه. حلو. من المقرر أن يشارك في البطولة هذه سيدات لاعبات غولف مشاهير عالميا لو تكلمنا عنه، ومين هيكون أشهر الحضور؟ طبعا شارلي هول اللي تعتبر تصنف رقم 4 في البطولة الأوروبية، في إيفي بولد من هذه الجنبات نحن أحد المحترفين السعودية في التحدي السعودي، وفي عندنا كبيرة ومعروفة في غولف. حلو حلو. وطبعا بما ان البطوله راح تقام الشهر القادم اكيد في اجراءات احترازيه مشدده راح تتخذوها، فكلمنا عنها. طبعا هذه حتكون بطوله غير جماهيريه، غير مسموح بحضور الجمهور. نعم. الدعوات مخصوصه جدا للاعبات من ضمنهم اللاعبين واهل اللاعبات، وسمحنا لهم بالحضور. وطبعا تقسم المنطقه الى 3 اقسام، طبعا ما نسميه في داخل الببل او الاشخاص اللي مسموح لهم في دخول الحرم، وهذول الاشخاص اللي اللاعبات والمدربين وهذا فلهم السماحيه بدخول الملعب وما اليه. طبعا الضيوف اللي سيدعون لم يسمح لهم بدخول الملعب، ولكن بيكونون في مناطق اخرى غير مخصصه للاعبين واللاعبات. نعم. طبعا احنا حنكون مواكبين معكم لهذا الحدث المهم اللي بالفعل كمان يهم الرياضه النسائيه في السعوديه كمان. شكرا لك استاذ ماجد. نعم.
شكرا لك وشكرا لوجودك معنا اليوم. مشاهدينا لا تنسوا انكم تتفاعلوا معنا عبر هاشتاج برنامج سيدتي، ارائكم واقتراحاتكم وكل المواضيع اللي حابين نتكلم عنها. فاصل ورجعين.